والله هيك تحك بلا يا اخي سبحانه كيف هيك فيها هيا او نزل شو ليش ولا مش حل كثير ميتين وعشرين بالموطور بتجرد يخدموا مش تمشيها قدام على بيك انا باربع رود كيمشي 80 اربع رود انا ما نقدرش رفيت اسم ايه ما نقدرش 200 بس شغل انت ما راكش تحس باللي راك ماشي 200 بالنورمال بلا موطور ما تحسش بالله كان توقف هكذا على الطريق وتشوف الفيك وتشوف ولو كان تعاود نرجعوا اللور وتشوف راك كيفاش لا في نسكت لي ميتي لوف 120 كلهم شي 120 بحال موطور 1200 ما كاينش بلاك ما يقدرش يمشي 120 كان يمشي 120 ولا الديراطي كروشي لا سيزيام تحت الريجي اسمح لي وعلاش باغ اكزومبل جاي من الجزائر ديما ريت 4000 هكذا انا ما اقدرش يزمني ندخل قبل ما يطيح المغرب يزمني نمشي علاش لازم ندخل قبل ما يطيح المغرب ها واش برد الحال برد الحال لازم تزيد كامل صرات لك السيده مثلا اول الحمد لله يعني اولو خفيف سياره ولا بال او الطوموبيل درت الطوموبيل درت والسبب يعني اللي كان السبب واحد خرج دوبله في الفيرا فرينيت 1500 ميان الفرينوس تاعو ربط صراحه هذا هو المشكل انت ممكن توثق انك السياقه نتاعك امنه بصح المشكل في السائقين الاخرين بيشر بيشر مع المرافقه وحس هذا المشكل هذا اللي يرفع لك انا والله ما عندي راس قدره انا والله ما اول الحمد لله هو بلاك البرك كي نوصل الهضره برك يعطيكم الصحه راكم اكسبرت